بالاخير مع شيماء بعد الاغنيه ديو اللي جمعتها بعاص الحليني اطلقت اغنيه سنجل عنوانها مين بيعشق بدقيقه، كلمات فارس اسكندر، الحان سليم سلامه، وصورتها على طريقه الفيديو كليب بتعاون مع مدير التصوير زياد خوري. التصوير تم بمنطقه البقاع بلبنان، استمر 24 ساعه، وظهرت شيماء باكثر من لوك تتناسب مع اجواء الاغنيه.